الهيئة القومية للبريد قررت أنها تكرم الأوائل وتدعمهم بمبلغ مالي لأول سنة للمتفوق ب10,000 جنيه. إذا استمر في التفوق بتاعه في السنين اللي بعد كده من تقديرات جيد جدا أو ما يعادلها في بعض الكليات الأخرى بيستمر في حصوله على هذا المبلغ سنويا. البريد معروف بأنه هو الأقدم من أقدم المؤسسات المالية والحكومية والبريدية. احنا طورنا البريد مش بس من الشكل الظاهري بأن احنا بنطور شكل البريد أو شكل مكتب البريد. مهم بالنسبة لنا أن احنا نخاطب الشباب بلغتهم، لغة التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية. يمكن مشروع مسار هو مش فقط للاحتفال بتفوق الطلبة في المرحلة الثانوية والاحتفال بهم هذا العام فقط، بل هو كمان لدعم الطلبة خلال مراحل السنين الدراسية الخاصة بالجامعة. البريد المصري بيعمل النهاردة حاجة كويسة جدا، اللي هو بيحفز أبنائنا الطلاب وبيشجعهم على التفوق الدائم واستمرارية النجاح ودوام التفوق. يعني يكفي ان احنا نقول ان هو مش مكتفيين ان احنا اولادنا نكرمهم السنه دي ونديهم لتفوقهم الجائزه الماليه، لا، هو اعلنوا كمان ان الجائزه مستمره مع ابنائنا طول فترات الدراسه طالما ابنائنا متفوقين. حركه كويسه بصراحه، هتفرق مع اي حد، مش انا بس، مع اي حد من الناس اللي حضرت النهارده، سواء اولياء امور او طلاب او اي حد. يعني طبعا المكافاه دي حافز كبير لينا ان احنا نكمل في التعليم ونكمل في التفوق وكده، وهي حافز للمراحل التانية ان هي تتفوق كمان. احنا بنشكرهم ان هم قدروا تعبنا بعد تعب سنه كامله، ومثلا ان في تكريم وحافز لينا ان احنا نكمل بعدين، ودي حاجه كويسه مثلا ان هي ترفع وتعلم من شان من قدر هيئه البريد وتعلم من قدرنا احنا ان احنا من ابناء البلد وكده، ف دي حاجه كويسه جدا وانا مبسوطه خالص ان هم قدروا تعبنا. طبعا احنا نشكر البريد المصري اولا لانه طبعا اهتم بالطلبه دول. اليوم جميل يعني الحمد لله، وانبسطنا كتير والفكره كانت ممتعه، وبرده فيها دافع ومحفز ان الشباب يكملوا بالمستوى اللي هم فيه.